مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة إكسترا نيوز، طبعا بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا طبعا وكيل مجلس النواب السيد النائب محمد أبو العين. بنرحب بحضرتك يا فندم، منورنا على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك يا فندم. أسئلة كثيرة للمواطن، لكن بالتأكيد إحنا منتظرين عرض الحكومة لبرنامجها، وبالتأكيد منتظرين اللجنة الخاصة التي ستشكل وما إلى ذلك، لكن بالتأكيد عند سعادتك رأي في تشكيل الحكومة، ملامح هذا التشكيل المطلوب، الرسالة الموجهة لهم. الحقيقة يعني أنا بحيي سيادة الرئيس على تشكيل جديد، تشكيل اللي يعني غير مجموعة كبيرة جدا من الوزراء اللي بتمسك محاور التنمية في مصر، والحقيقة التنمية الاقتصادية يعني هي لها أولوية الأولى، وزي ما احنا شفنا انه في تكليفات السيد الرئيس كان فيها التحديات، وبيطالب الحكومة بوضع السياسات ووضع التشريعات ووضع الرؤى الجديدة لتنفيذ اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده. احنا امام تحدي كبير جدا، تحدي امني. التحدي الامني ده ازاي احنا نحط مصر دايما مصر القوية، مصر اللي بتقدر تحمي شعبها وحدودها وارضها وامنها في الداخل وامنها على الحدود. الحقيقة ده محور اساسي مهم جدا، المحور الامن القومي المصري، اللي الحقيقه يعني اصل كلمه الامن القومي المصري دي فيها منها جزء يعني عسكري وحربي، وفيها منها جزء امني اقتصادي. فكل ما يتعلق بالحياه الاقتصاديه للمواطن، الحياه الاقتصاديه النهارده اللي احنا بنتكلم عنها هي الحياه الكريمه، الحياه نوعية جودة الحياة بتاع المواطن. والحقيقة المحور ده خد كتير قوي من تكليفات سيد الرئيس للحكومة، بدأ يتكلم على المحور الخاص بالتنمية الاقتصادية في مصر، وبدأ يتكلم عن مصر الصناعية الحديثة والزراعة والأمن الغذائي المصري، وبدأ يتكلم عن الخدمات المصرية في التعليم والخدمات اللوجستية بصفة عامة، والإكواليتي بتاع الحياة اللي بيعيشها المواطن المصري. طبعا احنا شفنا تصريحات كبيرة جدا من السيد رئيس الوزراء على سياسات الحكومة ان شاء الله اللي هنسمعها النهاردة، وهنشوف البرنامج بتاعه ماشي ازاي. لكن في يعني ان جنرال كده احنا متفائلين، وفي حاجة في حالة في الشارع المصري، حالة تفاؤل كبيرة. الناس حاسة انه التحديات اترسمت، وفي رؤى جديدة، وفي مشروعات ومبادرات كبيرة هتسهل في حل هذه المشاكل اللي عانى منها المواطن. الحقيقة المواطن المصري عانى نتيجة الصمود قدام كل التحديات اللي فاتت، اللي هي جات لنا مستوردة. التحديات اللي حصلت في مصر كلها تحديات مستوردة جات لنا من الخارج، لكن احنا الحقيقة قدرنا نقف فيها، والشعب المصري عانى عشان التحديات دي تزول، وان شاء الله هتزول بالإرادة وبالتصميم وبالعمل الجاد لكل مناحي الحياة. احنا عندنا محاور كبيرة جدا، وعندنا التحديات اللي موجودة، وده الحقيقة يعني إذا كانت الحكومة ليها رؤى وليها مشاريع تشتغل، لكن الشعب برضه نفسه لازم يفهم هذه الرؤى، ولازم يشارك الحكومة في العمل الدؤوب. ثورة إدارية لازم تحصل عشان البيروقراطية اللي موجودة، وإحساسنا كلنا بالمسؤولية. مصر الحديثة زي هتتبني، واستراتيجية 2030، رؤى مصر المستقبل، ده رؤى طموحة جدا. زي احنا باقي الخمس سنين الباقيين دول هنقدر نحقق وصولنا ان لكي نكون من ضمن اكبر 30 اقتصاد في العالم. سيادة النائب، نقطة هامة، ويمكن دي هي اساس حضراتكم، وده يمكن سيادة المستشار حنفي جبالي قالها قبل الحكومة السابقة وللحكومة القادمة، انه مطلوب من السادة بقى الحكومة الجديدة التشابكات القانونية، قوانين اللي بتقدم من مجلس الوزراء ومن الحكومة، عشان زي ما حضرتك بتقول نقضي على هذه التشابكات، نقضي على هذه التحديات بشكل كبير واسرع. شوف يعني الحقيقة الطموحات دايما بترسم السياسات. لما يكون انت عندك رؤى جميلة طموحة، وعندك الطموح ده بتقول بتحلم فيه انك تكون دولة صناعية متقدمة، عاوز مجموعة جديدة، عاوز فكر جديد، عاوز تسويق لأفكارك، عاوز مشاركة مجتمعية مع الكل، عايز القائد اللي عندنا يعني احنا يعني ربنا يديله الصحة وحافظ عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، راجل طموح جدا وطموحاته عنان السماء كلها. فاحنا هو بيسحب الشعب كله الى الطموحات دي، محتاجين كلنا مع بعض يكون في بوتقة واحدة، عارفين ان الطموحات الكبيرة دي عاوزة جهد، ما بيجيش كده. فإذا كانت محطة احنا لبناء مصر الصناعية الحديثة، احنا محتاجين كلنا نشوف بقى ينقصنا ايه. عاوزين سياسات جديدة، عاوزين عقول جديدة، عاوزين تشريعات
ونغير تشريعاتنا اللي يعني مضى عليها الزمن وبقالها عشرات السنين ومقتش تنفع المرحلة دي. عاوزين نشوف ازاي احنا نروج فكرة براندنج ايجيبت، ازاي احنا نقدم مصر للعالم، ازاي نقدم مصر كبراند عالمي كبير، ازاي احنا نحفز الطاقات الكاملة في تحت للاستثمار، ازاي نهيئ مناخ جاذب للاستثمار. احنا عندنا ثلاث مشاكل رئيسية في مصر اقتصادية. عندنا فجوة بين الإيرادات والمصروفات. لما كنت عندك المصاريف بتاعتك انت اكتر من ايراداتك، بتمثل حوالي 77%، وده بيستدعي انك انت عاوز مزيد من الايرادات. مزيد الايرادات ده مش هتيجي الا بالاستثمار، فانت عندك فجوه برضو في الاستثمار، لانه فجوه في بين الادخار والاستثمار فجوه كبيره. واذا كنت عاوز تعمل معدلات الاستثمار بمعدلات 25 و30%، لابد يكون معدلات الادخار برضو عالية رفيعة المستوى. إذا كنت أنت بتكلم على الصادرات والواردات برضو فجوة تانية، فأنت محتاج سياسات جديدة كلها تصب في كيفية تهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص الفترة اللي جاية. القطاع الخاص لو نشط وبدأ يتحفز، مش القطاع الخاص المصري بس، لا أنا بكلم عن القطاع الخاص كله، المصري والعربي والأجنبي، عشان تسكين صناعات المستقبل. إزاي إحنا نتكلم على التخصص الإنتاجي في مصر، إزاي تتغنى كل محافظة من محافظات مصر بمواردها الطبيعية ومواردها البشرية، ونسوي الكلام ده ونعمل عليه قيمة مضافة كبيرة. إزاي نتكلم العالم النهاردة إن إحنا فعلا محتاجين الخبرات التكنولوجية المتخصصة، ونخصص ونوطن صناعات بعينها في كل محافظة حسب إمكانياتها وحسب مواردها. إزاي إحنا نبدأ نتكلم عن البراندنج إيجيبت لكل صناعة على حدة، ونجيب بقى الشركات المالتي ناشونال الكبيرة إنها تصنع عندنا في مصر، ويطلع منتج صنع في مصر باسم الشركات الكبيرة اللي نقدر نتميز فيه، فنبدأ بالزبط. سواء محافظة أو صناعة. إحنا الحقيقة الطموح العالي ده بيسحبنا كلنا إلى أفكار غير تقليدية، إلى رؤى جديدة، إلى رسائل جديدة بطموحات تبقى ثقافة شعب، تبقى عقيدة شعب. الشعب يشعر انه عاوز بكرة نحقق ايه وبعده نحقق ايه، والاحلام دي للشباب. على ذكر ده، لانه انا طولت على حضرتك، لكن هي دي النقطة الهامة، الشعب والمواطن وحضراتكم ممثلي هؤلاء الشعب، لازم رسالة طمأنة للشعب من حضراتكم كمتابعة ورقابة على ما ستقدمه الحكومة، ومحتاجين الامل ده من برضو من سعادتك. نحن لا شوف يعني كلنا عاقدين العزم على التغيير الحقيقي وعلى التنمية الحقيقية وعلى الطموح الكبير، وبنتكلم النهارده بلغه جديده، وسعداء بحاله التفاؤل اللي بدات تبقى الشارع المصري كله، انه منتظرين الحكومه هتعمل ايه ورؤى جديده. وفيها الحقيقه الحكومه الجديده دي بتحتوي على خبرات متخصصه كويسه، والتكليفات سيد الرئيس بقت تكليفات واضحه للمعالم، الثمان محاور نتكلم عنهم في منتهى الاهميه، وكل محور يعني يخص مصر يا المواطن المصري، يا مصر يا المواطن المصري. وبتكلم دايما عن القيمة المضافة وتفجير الطاقات المصرية كلها، وبتكلم على فكر ورؤى طموحة جدا. يجب كلنا يعني نتأهل ان احنا داخلين على مرحلة كبيرة، وده اللي بيرسم التفاؤل اللي عندنا احنا اللي احنا بنتكلم عنه. نيجي بقى لفترة بكرة ان شاء الله، النهاردة هيتقال البيان، وبعد كده هيجينا البرنامج، وحنبدأ احنا كمجلس نواب نستمع الى كل الوزراء المعنيين. كل محور من محاور البرامج اللي جاية هيبقى عندنا احنا، هنستمع للحكومة وحنناقش الحكومة، وحنعمل تقرير نهائي يعرض على مجلس النواب في وجود كل الوزراء وسيد رئيس الوزراء، وحيسمعوا احنا بنقول ايه وبنوصي بايه وبنضيف على كلامهم كلام ايه. وحيبقى في بقى برامج بقى موقوتة بقى. انت هتعمل البرامج ده عايزه مدة زمنية قد ايه عشان نحقق ايه. هنا بقى ده البرنامج الحقيقي اللي احنا هنتمسك بيه هذه الدورة ومع الوزارة الجديدة. وانا اعتقد انه الامكانيات موجودة والرؤى موجودة والنية لتحقيق ده موجود، وربنا بقى الموفق والمعين. كل التوفيق لحضرتك، واسف للإطالة، لكن بشكرك على هذه الملامح اللي تمكن انها تطمئن المواطن. شكرا جزيلا. شكرا حقيقي. شكرا.